كاين بزاف كاع المواد زاد فيهم. بقى لنا شناهو نخرجو نشفرو، ما بقى لنا ما نديرو صافي. يدير هذاك الشيء اللي تنقول فيه انا رايتي انا سي هذاك السي اخ النوش، انا راه لا ام لا اب لا والو، راني ني مار ني بير. الحقره هذه اللي وليت تنحس بها انا دابا مع اخ النوش هذا، واد هادشي اللي داير لينا راه صافي، راه ماشي ندي بنادم ديالو، انا راه ندي ليه عمره وندي لبنادم هنا. سي اخ النوش حشومه عليك اخويا، والله انا دابا باش نهضر معاك شاداني البكيه، والله الا شاداني البكيه وحق الله. انا الحوت لك انا ياكلنا ما ياكلنيش هاد بنادم هذا اللي عايش معانا دابا، هاد اخ النوش هذا، حيت هاد اخ النوش هذا كلانا بزاف. انا الله ما ياكلني الحوت ديال البحر وما ياكلنيش هاد اخ النوش هذا. مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الاجتماعية والإنسانية. كنتواجدوا اليوم بمنطقة العنق بمدينة الدار البيضاء معايا جليل ولد الشعب، جليل اللي ضروا خاطره وقال لنا بغيت نهضر وبغيت نعبر وبغيت ندوي، وقلنا ليه مرحبا. السلام عليكم جليل. وعليكم السلام ورحمة الله، كي داير أختي بخير؟ الله يحفظك لي أختي. أشنو دارك أخويا جليل؟ دارنا هذا اللي زايدين في هذا خونا هذا اللي درنا هادشي هذا، شنو سميتو كاع؟ شنو سميتو؟ رئيس الحكومة أخ نوش. رئيس الحكومة أخ نوش. بزاف راه قهرنا، زاد في البوطة الدقيق بزاف كاع المواد زاد فيهم. بقى لنا شناهو نخرجو نشفرو، ما بقى لنا ما نديرو صافي. واش شو الطونوبيلات شو راجل؟ أنت شنو كتخدم؟ شنو الخدمة ديالك؟ كاردين عساس، أنا تنقابل الطونوبيلات صافي. خدمت انا هي نقابل الطونوبيلات، واللي تيجي تيعطيك، اللي تيجي ما تيعطيكش، يقول لك والله ما عندي. واش دير ديك الساعه؟ هما الطونوبيلات هما ولاو مقصحين، حتى هما ولاو ماشي مقصحين، ولاو واكلين في صحتهم بزاف، قتلونا حتى حنا معاهم والله الا قتلونا. تجي دابا طلعي معايا دابا للدار اختي تشوفي الثلاجه الا فيها شي حاجه، الله يلحقني على ام ولا في القبر، على ام لا اب والو، راه يتيم، راه دل، راه عايشه انا وواحد الخودريه صغيره صافي. انت اللي مكفل بختك. انا اللي مكفل بهذوك العائله صافي. الله يخليك. امين اخشى الله. شحال كتصور كاع في النهار؟ واش نقول لك راه ما كايناش ديك ديال 1000 ريال ما تجيبهاش معاك كاع في النهار. باش قوار الواد ديالك باش تمشي تقدر خضيره العيبات، تطلع معاك هذيك التويشيات باش طيب قويميله ديالك بالليل باش تتعشى. الف ريال ما غديرش لك، يلا دير لك والزيج 20 درهم ولا 20 درهم دير الزيج. هو تمنى فين في مصر حشومه، والله شي حشومه وحق الله. اش دايرين معانا حنايا وحق الله؟ ما بقيتش نفهم والو انا، اش نقول لك اخشي. خرجتي نهار الحد في الوقفه الاحتجاجيه ضد غلاء الاسعار؟ لا ما خرجتكم. اش تخرج دير؟ ما كاين ما تخرج دير، اش تخرج دوي حتى انت، ما كاين. هما ندوي دابا حنا راسنا داوي مع كلشي، بحال تيشوف فينا دابا كلشي، حنا راه الشعب ما كرهش انا هاد اخ النوش هذا، ما كرهتوش يشوفني ويدير هذاك الشيء اللي تنقول فيه انا راه يتيم انا سي هذاك السي اخ النوش، انا راه لا ام لا اب لا والو، راني ني مار ني بير، راه ما خدام ما والو، راه مقابله الطونوبيلات صافي، راه وجهي لي فيه محطوط، راه كل شيء راه شو دورا، يقول لي دورا الكاميرا شو شحال عندي من الطونوبيل، 5 طونوبيلات اللي عندي مع والو، راه الحمد لله راه ما كاين والو. واش نقول لك اخشي؟ راه هذا الله معاه، الله ياخذ فيه الحق. قصحتي والله حتى ما مقصح، راه بزاف على مقصحين بزاف، والله شا بزاف وحق الله. شحال تيقدك ديال الفلوس مثلا باش ديروا فطور غدا وعشاء؟ شحال خصك؟ واش انا دابا انا ما فاطرش، انا دابا انا والله ما فاطر، انا دابا الا كنت فاطر الله يلحقني على امي، والله ما فاطر دابا. علاش؟ ما عنديش،
ما عنديش دابا كنت انت تخدم تشوف شحال تصور تشوفي دابا شو شحال يعطيك دابا هذا دا باش الشابطه للمارشي تاكلي شي نص ديال الحوش ونص ديال الحوش ولا دير 100 دريال في المارشي ما ماشي الجوع هذا ولا عندنا هنايا راه بزاف هادشي راه تحقرنا وبلادنا تحقرنا في والله الا بلادنا ولينا تنشوفوا راسنا محقورين كنت تشوف فين الله 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 يرحم لك الوالدين راه صابر دلة راه ما بقى عندنا والو راه صافي راه ديروا شي حل ولا ديروا معنا شي حاجه لا راه ما قعدنا ما يتقال راه هذا الشهاده اللي قلنا راه صافي راه بارك الله يجعل البركه قول لي اخويا جليل دابا قبل بعدا كنتي كتعيش مزيان شويه كنتي كتقدر تصور الطرف ديال الخبز ديالك نقولوا النهار حيت انت عندك النهار بنهار بنهارو كنت شويه تنطلع معايا مصاريف شاد معاك ديك 150 200 درهم في النهار السبت والحد تدي معاك ديك 300 400 درهم ودابا ولات مقشوله ديال بصح بدا تيجي شي ترينيك هنا يجي شي مارينا تيمشي تيضرب تيمشي تيجري تيهز وليدها تيمشي تيدورو تيجي تيقول لك خويا راه ما عندي الصرف ولا تيجبد لك 200 درهم تيقول لك خويا راه هي اللي عندي راه ما عنديش واش تحيدها لي واش تقول لها راه نمشي نصرف لك واش هرب لي راه ما جاش والباركينغ بالرخصه ديالك راه يقدر يجي غد لي ولا بعد غد لي يجي يوقف عليك مولا الوقت يوليو غاديين يعني دابا انت خدام بدراعك اليوم كتحاول الحمد لله خارجين من الحبس راه ما درنا والو في حياتنا راه دوزتي الحبس عمرنا كامل دوزنا الحبس صافي راه خرجنا لقينا هذا الباركينغ هذا ولا دبرين فيه على راسنا صافي ما بقيتيش باغي ترجع للحبس ما بقيتش باغي نرجع للحبس حيت كنت كتبغى نرجع للحبس كون فاش تزاد هاد الشيء هذا انا شي سيف كيف شحال هادي ونخرج لهاد الشارع هذا اللي بان ليا هو بنهار تنقول لك اللي بان ليا غندي ليه ديالو طام باق 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 صافي وغتقدر دي ليه ديالو ندي ليه ديالو حيت بداك الحكره هادي اللي وليت تنحس بها انا دابا مع اخ النوش هذا هادشي اللي داير لينا راه صافي راه ماشي ندي بنادم ديالو راه ندي ليه عمره وندي لبنادم هنا نظرك المشكل في اخ النوش هو بالذات ولا في الحكومه ولا في ولا انت ما عندكش مشكل على من صوتي؟ ما صوتش على حتى شي واحد حتى شي قرض ما صوتش عليه هنا انا في هذا العام هذا ما صوتش على حتى شي قرض هنا علاش؟ ما عنديش معاه ما فقد الثقه ما محيد هذيك الثقه والو محيدها حيت عارف من بعد هذاك يدير لك هذاك الشيء اللي واو شحال من واحد صوتوا عليه هذاك شنو هو سميتو كاع ما كيهمنا في الاسم المهم مرشح واش صوتوا عليه راه هو مجاح حتى هو زاد لهم هذاك الشيء واو جا عاوتاني اخ النوش زاد كملها وجملها زاد في الدقيق زاد في السكر زاد في اتاي سي اخ النوش حشومه عليك اخويا والله انا دابا باش نهضر معاك شداني البكيه والله الا شداني البكيه وحق الله واسي اخ النوش شوف فين الله يرحم لك الوالدين ندير شي حل الله يخليك الميمه شحال عندك من عام خويا جود عندي 27 عام اختي وما والو ما داير فيها حتى شي حاجه والله ما داير فيها شي حاجه وما والو كتشوف راسك تقدر اليوم تفتح بيت وتزوج تتوكل وعندك وليدات باش تفتح بيت اختي باش قول لي باش تفتح شحال البيت هذا واش بعد الشهاده اللي ديالنا هذا الشيء هذا تزيدنا في المواد والعيبات باش تحلي بيت واخا انا ساكن بوحدي انا في الدار انا وخويا دري غنقول لي باش توكل هذوك الوليدات اللي غتولدي مع ديك السيده باش توكليهم اش تشرب بهم من الاحسن ما تعداش عليهم ما تجيبش ديفيكسي وحدين اخرين ما غتعديش على شي بنت الناس لك كنتي ما عندكش المدخول ديالك في النار ما عندكش علاش تعدي على ديك بنت الناس غتجيبها تدخلها عندك للدار ما كاينش انا ما يضرني خاطر انا نجيب شي بنت الناس ندخلها عليا للدار وما عندي حتى درهم ما عنديش في جيبي ما عنديش باش نفطر على الصباح ما تلقاش باش نفطر على الصباح دابا باش نقربوا المشاهد انت دابا باش تقدر تفطر خصك بعدا تجي تسنى شوف الطوموبيلات الله يرحمك الا دبرتي على داك الفطور ديالك لا دباش على داك الفطور عا باش نهبط للمارشي تناخذ شي نص ديال الحوت تنتم جاي عاوتاني تلقاو شي 5 طوموبيلات مشاو 4 طوموبيلات مشاو على حساب انت دابا مع احتكاك مع المواطن والطوموبيلات حيت راه ماشي اي واحد راكب على طوموبيل راه لاباس عليه بزاف الناس تقهروا واش كيقول لك شنو كتشوف انت راه هادشي تنشوف انا راه هادشي اللي قلت لك راه هو اللي كاين راه ما بقيتش نفهم والو هاد السي اخ النوش هذا السي بزاف عليه واش نقول لك اخ دارك خاطرك بزاف بزاف انا دابا راه شداني البكيه وحق الله تحس براسك محقور
وياه اختي وياه بزاف. شنو كتطلب اليوم اخويا جالي؟ تنطلب ينقصوا لنا من هاد الشده اللي زادوا لينا ويديروا لنا شي مدخول ولا شي حاجه باش حنا نعيشوا، حتى المواطن حتى هو يعيش. ديروا لنا شي حاجه باش بنادم حتى هو يعيش ويدير شي حاجه، واخا يديروا لنا واخا 1000 درهم في الشهر، 1000 درهم في الشهر راه معيشه مواطن. تلقى بنادم راه عنده شي 6 الاولاد في الدار، عايش معاهم، عنده 6 الاولاد تنعرفهم انا، وما تلقى ما يدخل لهم ما والو. كاين واحد عاوتاني معايا في الدرب عايش هو وخو، مسكين تيمشي تيغسل الماعن، مسكين تيمشي تيغسل الماعن في المارشي، وحق الله تيدور على صحاب المارشي تيبدا يغسل لهم الماعن باش يدبر عليك 20 درهم ولا ما عادش 20 درهم اش داير 300 دريال في الواحد، بحال تي غيغسل لك الماعنات اش عطيه 300 دريال ولا 20 درهم، اش دير له هذيك 300 دريال ولا 20 درهم؟ هو مبلي، هو ديجا مبلي مبلي مبلي. بغينا نسولوك خويا جالي على البليه، علاش هاد البليه؟ علاش البليه؟ واش اللي دابا واش اللي عايش في هاد البلاد هادي ما غيتبلاش؟ كتبغي تهرب من الواقع؟ وانا ما كرهتش انا نمشي انا نحيد من هاد البلاد هادي نمشي لشي بلاد اخرى، نمشي لاسبالماس. انت كتفكر في الهجره؟ في الهجره اختي، انا دابا دماغي انا باش عامر ليا بالهجره انا اختي. كتفكر انت تحرق ولا شنو؟ هادشي باش نفكر انا. شفتيش من البحر من الحوت ياكلك؟ انا الحوت لك انا ياكلنا ما ياكلنيش هاد بنادم هذا اللي عايش معانا دابا، هاد اخ النوش هذا، حيت هاد اخ النوش هذا كلنا بزاف. انا اللهم ما ياكلني الحوت ديال البحر وما ياكلنيش هاد اخ النوش هذا. عيب والله شي عيب وحق الله اختي، انا خاطري ضراتنا انا دابا وحق الله. حسيت بك خويا جليل، والله حنا راه غير ولاد الشعب كلنا صراحه بزاف الناس تضروا، وكنتمنى الصوت ديالك يوصل للمسؤولين. شكرا لك خويا جليل على هذه الصراحه ديالك، شكرا لكم. وصلتوا معنا لنهايه الفيديو، كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.